من بين 50 وحدة صناعية نشطة بولاية غليزان تشتغل وحدة إنتاج مواد الكتامة بتقنية عالية، ومن مادة الزفت تنتج الأغطية الكاتمة المانعة لتسرب المياه، تستعمل في البناية والسدود، إنتاج بنوعية وجودة سجل صادرات معتبرة. حجم الإنتاج السنوي يفوق 5 ملايين متر مربع، عدد العمال حاليا هو 120 عامل. تسويق المواد الشركة يتسوق هنا في الحلية المحلية في الجزائر، وسبق أن سوقنا في الخارج في روسيا في المغرب. المؤسسات الصناعية المنتجة تدعمت بأكثر من 320 مشروعا استثماريا، منها 220 مشروعا خلال العام المنصرم، اعتمد منها 164 مشروعا، 20 منها بأهمية وطنية. أدخلت عديد من المشاريع الصناعية، منها الصناعة الميكانيكية، الصناعة الغذائية، صناعة الكيمياء والبلاستيك، صناعة الورق والخشب. كل هذه المشاريع أي 164 مشروع يقدر مبلغ الاستثمار ب 164 مليار دينار جزائري. مشاريع وحسب الدراسات ستدعم المنتج الصناعي بولاية غليزان، وتجعل من منطقتي بالعسل وسيدي خطاب أقطابا اقتصادية توفر أكثر من 10,000 منصب شغل.